انزل. ايه يا بابا في ايه؟ اتخضيت. قوم بقى يلا نام واقف التلفزيون ده. حاضر يا بابا الفيلم قرب يخلص. يا حبيبي الساعه 1 دلوقتي مش هينفع، انت عاوز تسهر تاني اكتر من كده؟ معلش بابا سيبنا اتفرج شويه، اول ما الفيلم يخلص اقفل التلفزيون على طول وادخل انام. ماشي بس على لا تقوم بكره متاخر. حاضر يا بابا. اوعى تنام وتسيب التلفزيون ده مفتوح عشان الكهرباء، انا اللي بدفع. ما تقلقش يا بابا. تصبح على خير. وانت من اهله. نقعد نركز بقى. يخرب بيتك بابا. بابا انت صحي؟ يا نهار ابيض انا كده مش عارف انام، انا هقفل التلفزيون وادخل انام جنب بابا بسرعه. ياما هو انا اللي شفت ده صح؟ لا مش انا تعمل على الحركات دي، انا ما بخافش. وعلى فكره بقى انا رحت بيت الرعب قبل كده 3 مرات، فلو انت عفريت انا شبح. خلاص انا اسف يا بابا الحقني. يوسف يوسف ولا يوسف؟ انت رحت فين يالا؟ انت بتعمل ايه في الدولاب يا منكوس انت؟ بابا يا بابا في حد صح حد منهم كده؟ كنت نايم. نايم برضو ولا كنت قاعد خايف ومستخبي في الدولاب يا جبان؟ جبان؟ انا جبان؟ انا بخافش ابدا على فكرة. يا راجل طب بص بقى، انا هسيب لك لعبة رعب تحت في الكومنتات، ولو راجل ادخل العبها. ماشي ايه يعني، هحمل اللعبة وهلعبها قدامك. تمام. حاسب العفريت يا يوسف.